يشارك وفد مملكة البحرين رفيع المستوى في منتدى الأمم المتحدة السياسي المعني بالتنمية المستدامة للعام الجاري والمقام تحت شعار تسريع التعافي من مرض فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات. وتأتي مشاركة الوفد البحريني لتقديم الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك يشارك وفد مملكة البحرين رفيع المستوى في منتدى الأمم المتحدة السياسي المعني بالتنمية المستدامة للعام الجاري والذي يقام تحت شعار تسريع التعافي من مرض فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات. وتأتي مشاركة وفد البلاد لتقديم الاستعراض الوطني الطوعي الثاني للمملكة حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويهدف الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين إلى إبراز إنجازات المملكة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 منذ إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول في عام 2018 وحتى الآن، إضافة لبيان ما تم تحقيقه ضمن برنامج الحكومة 2019-2022 وقصة نجاح مملكة البحرين في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، إلى جانب مؤشرات التنمية المستدامة المحددة للأهداف 17 وآلية موائمة أهداف التنمية المستدامة مع برنامج الحكومة 2023-2026. كما يظهر الاستعراض الوطني الطوعي نهج البحرين الشامل تجاه خطة التنمية المستدامة لعام 2030، إضافة إلى نتائج العملية التشاورية مع أصحاب المصلحة في المملكة. هذا وسيتم خلال منتدى الأمم المتحدة تسليط الضوء على 5 من الأهداف الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، وهي المياه النظيفة والنظافة الصحية والطاقة النظيفة وبأسعار معقولة والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، إلى جانب هدف المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف بما يعود بالخير لدول وشعوب العالم.